تحت السيارة وأن الوزن ما يتحمل وهبوط، هذا مو بصحيح. يعني محسوب إنشائيا وكتسليح حديد أن الخزان مثلا أو سقفه يتحمل 3 طن وزن السيارة أو 2.5 طن حق السيارة، فمحسوبة ولا تأثر أبدا. فعندنا هنا صارت جميع فتحات الصيانة في منطقة موقف السيارة، ولا أثرنا على الجلوس ولا على الزراعة. عندنا في المشروع هذا طبعا الدور الأرضي فيه المجلس وطعام وصالة ومطبخ، فصاير التصميم حرف L، نشوفه مع الزاوية هذه، التصميم ينتهي هنا بشكل حرف L. والدور الأول بحكم أن غرف النوم وصالة، 4 غرف نوم وصالة، نحتاج مساحة أكبر فبرزنا وخليناه بشكل حرف U. وتلاقي الحرفين وحتى فوق حرف L خلق لنا كتل معمارية جميلة، نشوف اللي هو نظام البناء الآن يسمح أنك تاخذ ارتدادات في الدور الأرضي. فصار عندنا الفتحة هذه بيكون فيها شجرة هنا مطلة، شوف النخلة هذه كيف بارزة على الواجهة مع الكتلة المعمارية هذه. بروز الدور الأول ممكن 3.5 متر أو 3 متر عن الدور الأرضي، وهالكتل تلاقيها مع بعض أعطانا كتل مميزة. طبعا هنا صارت مربوطة في بعض وهذا اللي اعتمدنا، وهذا نفس الفكرة بس اختلاف جزء من المواد، دخول الرمادي أكثر. وفي نقطة مهمة، موضوع يعني تهول بعض الناس من كمية الحديد والتسليح في بعض المشاريع وإن كانت صغيرة. فلا تقارن مشروع نفس هذا الدور الأرضي ممتد إلى النهاية، والدور الأول صاير متقدم مترين عشان نظام البناء، والدور الأرضي L والأول U والتقاء الكتلتين هذه بدون أعمدة نشوف كيف طايرة وبروز 3 متر، إن تسليحها بيكون نفس تسليح فيلا متطابقة جميع الأدوار مع بعض. فالتعقيد الفكرة المعمارية نوعا ما للحصول على جماليات وفراغات إضافية قد يتطلب منك تسليح أعلى. فلا تقارن مخططك الإنشائي بمخطط جارك، البروزات هذه والأعمدة المزروعة والفراغات كبيرة بدون أعمدة تتطلب تسليح مبالغ فيه وإن كانت الفلة 300 متر. فهذه نقطة لازم تؤخذ بالاعتبار.